السلام عليكم الجزائر، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله. كما كيبان لكم اليوم باللي انا ما كيناش في الدار، انا كاينه في لي كابيني ديال الساج فام. كما كنقولوا حنا المولده الفرمليه اللي كتولد، ما غاديش نولد، ولكن كما عارفين باللي انا عندي شي مشاكل في الحمله ديالي، وخاصني واحد المراقبه يعني باستمرار. كل مره كنجي عند الساج فام باش تقابلني تشوف كدير لي واحد لاباري سميتها المونيتو، ها هي كدار في الكرش باش يعرفوا الدقات ديال الولد، واش مزيانه ولا لا، واش كاينه يعني لي كونتراكسيون، واش كاين ديك الخدمه ديال الولاده قربات ولا لا. المهم غادي نوريكم الصاله ديالتها، هي غير واحد الصاله صغيره فين كيجيو الناس عندها كيجلسوا واحد 30 دقيقه، ومن بعد حيت كيمشيو في حالاتهم. انا نوريكم الصاله، خليكم معايا. هذه هي الصاله البنات، شتي هنا كاينه بحال واحد السرير، وكاينين تما كلي بالون باش كيديروا بحال شويه سبور، رياضه خفيفه للحاملات. كاين المساند تما، كاين واحد المونيكا باش كتوريك زعما كيفاش الولد ملي كيخرج من كرش مو، ولا يعني ملي كيبغي يتزاد. وهنايا البنات، هنا المونيتو، ما عرفتكم واش غتسمعوا دقات القلب ديال المولود ولا لا. هنا كيبان واش قرب الوجع ولا داك الحر ديال الوالد ديال المراه اللي كتولد، واش كاينه الخدمه ديالها قربت ولا مازال، كما نقولوا حنا الكونتراكسيون. المهم كما شفتوا، المهم مني غنكمل 30 دقيقه البنات غادي نخرج باش نتلاقى مع شي بنات صحاباتي اللي ما بغيت نخرج شويه ندور في لي ماغازا. يمكن غنمشي للبابو، غنمشي لستوكو ماني. المهم الا قدرت نصور شي حاجه راني غنصورها. المهم خليكم معايا وغتشوفوا كل شيء بعينيكم، نتلاقاو من بعد. المهم البنات، انا دابا راه ساليت رونديفو ديالي عند ساج فام، دابا خرجت باش نمشي نتلقى لواحد بنت صاحبتي نجيبها، وديك الساعه غادي نمشيو نديرو واحد الدوره في المجازات. ايوا خليكم معايا.